ما شاء الله تبارك الله، طول المطر شرق وادي شهدان. طول المطر الآن في وادي شهدان. ما شاء الله تبارك الله، طار شرق وادي شهدان محافظة هروب، اليوم 28 أكتوبر 2021. ما شاء الله تبارك الله، جريان الشعاب عقب الأمطار التي هطلت اليوم شرق وادي شهدان بمحافظة هروب. سبحان الله الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة بخيفته. ما شاء الله تبارك الله، أمطار غزيرة الآن في محافظة هروب قرية الجوف. Thank you.
بالاخر.